السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي أعزائي المشاهدين، صباحكم سعيد أيها الإخوة والأخوات. كما كتشوفوا في هذا الفيديو، هذا فيديو قصير، ما غاديش نطول عليكم، بغيت غير نوريكم بعض اللقطات والواجهة ديال هاد حي البساتين في مدينة صخيرات. هاد الحي هذا هو اللي غادي إن شاء الله غادي يكونوا فيه السكان ديال الدواوير، ديال الدواوير ديال مدينة تمارا والدواوير ديال مدينة صخيرات، كمثال كدوار الشاحنة، دوار جديد، دوك الحي اللي راه مازال باقي ديال المحجر، وكاينين دواوير اخرين ديال مدينه تمارا، وكاين بزاف ديال الدواوير اللي غايجيبوهم هنا ان شاء الله، وغادي يستافدوا في هاد الشقق هادو. الشقق راه صراحه راه مزيانين، راه شفتهم دابا، انا دخلت وشفت. مهم شقق ما بيهم صراحة، ديال الناس اللي ديال الدراوش صراحة، واخا داك الخلاص اللي غالي شوية، ولكن ما هذا هو اللي كاين. ما الانسان ما يدير اللي بغى يستافد، وهو واخا ماشي استفادة، ولكن بحال تقول بحال الشكل ديال الاستفادة، بحال الشكل ديال الشرق، بحال شاري وصافي. انتم كيما كتشوفوا، انا كنوريكم على الواجهه، هذا غير النموذج الواجهه ديال اللي على الطريق كيما كتشوفوا، هذا هو، هذا حي البساتين. هذا ما يسمى بحي البساتين في مدينة صخيرات قرب حي ميموزا. كما كتشوفوا راه حي ميموزا هو داك اللي لهيه، راه الديار ديالو. هادو ما يسمى بحي البساتين كما كتشوفوا الاخوان والاخوات. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، واخا مصور غير ب غير صور عادي، ماشي شي، ما عنديش كاميرا، ولكن نتمنى من الله يعجبكم هاد اللقطات هادو. وتحياتي للاخوان والاخوات. كما كتشوفوا الشارع ها هو، ها كيفاش داير لاطيراس ديال الجانبات ديال العمارات. هنا مازال ما سكنوش الناس بزاف، ولكن في هذه الجهه اللي الاماميه راه كاينين ساكنين الناس. وتحياتي للاخوان والاخوات، و الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالدعم ديالكم. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.